عارفين طبق البسكوت المتكسر ده اللي بيفضل عندنا بعد العيد ومفيش حد بيرضى يهوب ناحيته، وكمان بنبقى مستحرمين نرميه؟ لا نرميه ازاي؟ النهارده انا هعمل معاكم وصفة زي السكر هنستغل فيها البسكوت المتكسر. انا اخدت كمية كده من البسكوت وكسرتها وحطيتها في الكبة، وبعدين هضيف عليها شوية فول. انا كان عندي شوية صغيرين فكملت عليهم بالفستق الكداب اللي احنا عاملينه مع بعض، حطيلكوا اللينك بتاعه تحت الفيديو. طبعا لو مش عندك الفستق الكداب احنا هنكتفي بالفول السوداني وبس مع البسكوت، بنفرمهم فرم خشن، يعني بنشغل كبة ونفصل نشغل ونفصل، فبيبقى مفروم فرم خشن زي ما انتوا شايفين كده عشان يبقى شكله شبه المكسرات. هو ده القوام اللي انا محتاجاه، يعني ما يبقاش ناعم زي البودرة. بعدين هجيب طبق تاني وهاخد شوية صغيرين كده وهخلي شوية اللي هم كتار كده على جنب، هاخد الطبق وبعدين هضيف عليه ملعقة من السمنة. السمنة دي انا جبتها من علبة السمنة، يعني لازم تكون سايحة ما تبقاش يعني متجمدة. وبعدين هنا انا عملت الشربات علشان ما اطولش عليكم، هو عبارة عن كوباية ونص من المية، ضفت ليها كوباية سكر وعصير نص ليمونة وباكت من الفانيليا وغليتهم على النار حوالي 10 دقايق وخلاص كده. اخدت منهم 3 ملاعق من الشربات ده وضفتهم للحشوة دي عشان تبقى متماسكة وما تتفتفتش معايا. هقول لكم انا هعمل بيها ايه دلوقتي. هو ده القوام اللي انا محتاجاه. دلوقتي هجيب طبق وهحط فيه ملعقتين من الدقيق وهضيف ليهم 3 4 ملاعق من المية، يعني بالتدريج كده هدوبهم لغاية ما هيبقوا القوام بتاعهم يعني تقيل شوية، ما تخلوش خفيف. هفضل ادوب فيهم لغاية ما يبقى ناعمين كده، ما يبقاش فيهم يعني دقيق متكتل. تمام كده خلاص بقت جاهزة معايا. دلوقتي هجيب لفة الجلاش اللي كانت عندي في الفريزر وهستنى لما تفك بالشكل ده، وبعدين هطلعها من الورقة وهفرد الجلاش كده علشان اشوفه بس هو ترتيبه ازاي، يعني انا برتب افكاري وانا بطلع الجلاش كده. انا فردته اتنيه كده نصين وبعدين هتنيه بالشكل ده، وانا بحدد هقسمه ازاي. بقسمه الاول من النص كده عشان اعرف بس اتحكم في الحجم بتاعه ويطلع مظبوط معايا، وبعدين احطه فوق بعضه وبرده هقسمهم بالعدل كده في النص، يعني عشان برده الى حد ما يعني بنحاول نخليهم قد بعض. خلاص كده انا قطعت لفه الجلاش كلها، يعني 4 اقسام كلهم قد بعض. بعدين هبتدي افردهم كلهم واحطهم فوق بعض عشان يبقوا مترتبين وسهل عليا اني استخدمهم. حتى لو الورق مش مظبوط كويس يعني او متقطع حاجه بسيطه يعني برده هينفع معانا النهارده، هقول لكم ازاي هنستغله. الاول انا هاخد طبقتين من الجلاش، يعني كل واحدة انا هاخدها عبارة عن طبقتين وبس، وباقي الجلاش طبعا بنغطيه فوطة او قماشة تكون نظيفة. هاخد الحشوة الجميلة اللي انا عملتها دلوقتي دي وهضيفها في الجلاش وهطبقها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا المثلث بيكون رايح جاي بالشكل ده لغاية ما يترتب. بصوا اول مرة ممكن ما يظبطش معاكوا عادي جدا، احنا مش فنانين يعني، احنا بس بنحاول نبقى فنانين، فاول واحدة دايما ما بتظبطش معانا مية مية، لكن تاني واحدة بتظبط. بنقفلها والحته اللي بتفضل دي باخد نقطه صغيره من العجين، يعني ما تبلغوش في العجينه علشان ما تتبلش معاكم الجلاش كده ويبقى يعني مش لطيف. خلاص كده اول واحده بقت جاهزه معايا، هعمل معاكم واحده تانيه. بصوا تاني واحده احنا خلاص بنبقى اكتسبنا خبره فبتظبط معانا يعني لحد ما. بص اول مثلث وتاني مثلث، وما تكتروش الحشوه على فكره، وبعدين التالت مثلث. بصوا بقى كله بيتطبق على بعضه وبتطلع زي الفل. شفتوا تاني واحدة بقت مظبوطة ازاي؟ باخد برضو حتة بسيطة كده والزيادة انا بشيلها بايدي. خلاص كده بقت زي الفل، لما احطها في الطبق ما بحطهاش على الحتة المبلولة علشان ما تتقطعش معايا. دي شفاطه او شاليمو، انا مش عارفه هي في الدول العربيه اسمها ايه، بس هي عندنا في مصر اسمها شفاطه او شاليمو اللي احنا بنشرب بيها العصير. برول عليها ورقه الجلاش، وزي ما اتفقنا الجلاش ده عباره عن طبقتين بلفهم كده، والحته اللي في النهايه دي انا بحط لها نقطه بسيطه من العجين. الطريقه التانية دي بتاعت الجلاش الصوابع ده بتبقى متفرغه كده وجميله وطعمها حلو على فكره، ما تقلقوش هي ما بتكونش فيها حشوه. انا عملت لكم طريقتين علشان لو انتم مش عندكم الحشوه وعندكم لفه جلاش برضو تقدروا تستغلوا الوصفه وتستخدموها في البيت. برضو بحط نقطه بسيطه من العجين، لو في زياده انا بطلعه بايدي علشان الورقه بتاعت الجلاش ما تبقاش لينه كده وتتقطع معايا. هكمل كل الكميه دي، لفه الجلاش عملت لي الكميه الحلوه دي. بصوا العجينه فاضل منها كتير. هنا انا رحت على البوتاجاز وحطيت شويه زيت، وزي ما انتم شايفين انا ما كنتش حاطه زيت غزير ولا حاجه، يا دوب كده وصل لنص ورقه الجلاش. وبعدين حطيت الجلاش، لازم الزيت على فكره يكون سخن جدا، وبعد ما بحط الجلاش انا بوطي النار بخليها واطيه علشان ياخد درجه تحمير تكون متساويه الى حد ما، يعني ما تبقاش في حته غامقه وحته فاتحه.
بقلبه لما بياخد لونه على ناحية، بقلبه على الناحية التانية علشان ياخد برضو لون جميل. أول ما أوصل للون اللي أنا بحبه بخرجه كده وبصفيه طبعا من الزيت. على فكرة الجلاش من أكتر الحاجات اللي هي بتتعمل بسرعة، يعني أسرع حاجة ممكن تعملوها في حياتكم الجلاش، ما بياخدش ثواني أصلا في الزيت، فأوعوا تسيبوه وتروحوا حتة تانية. شكله جميل زي ما انتم شايفين. الصوابع برضو نفس الشيء، انا ما حطيتش ولا نقطة زيت زيادة، هم شوية الزيت اللي انا اشتغلت بيهم من الاول للاخر. بستنى، ما بقلبش الجلاش في الاول، بستنى لما ياخد لون على ناحية واروح اقلبه على الناحية التانية. بفضل اقلب واعدل فيه لغاية ما اوصل للون اللي انا راضية عنه. تمام كده، انا هعمل كل الكميه لغايه ما اخلصها، ودي كل الكميه بتاعتي. زي ما انتم شايفين شكلها رائع، انا ممكن اكتفي بشكلها كده وانزلها في السيرب وخلاص كده زي الفل. لكن انا بحب اديكم افكار جديده ممكن تستخدموها في عيد ميلاد، في حفله، في اي مناسبه. يعني الجلاش لما بننزله من على النار احنا مش بننزله في السيرب على طول، لا، انا بستنى لما بخلص كل قلية كمية الجلاش اللي عندي. ليه بقى؟ علشان الجلاش لو نزل وهو سخن في السيرب بيشرب كتير منه، فبالتالي بيبقى طري، ما بيبقاش مقرمش. انا باخد الجلاش كده وبصفيه كويس من الشربات، وبعدين بحطه يا اما في جوز الهند يا اما بحطه في البسكوت اللي انا عاملاه، اللي انا كسرته في الكبه، فاكرينه اللي انا كنت سايباهم على جنب، اللي هم مش مبلولين، اللي هم ناشفين، بنزله كده وبطلعه بنفس الشكل ده. دلوقتي الصوابع نفس الشيء هعملها، انا بسقط الجلاش في السيرب، بسيبه حوالي دقيقه ونص بالظبط، ما تطولوش عليه برده عشان ما يتبلش معاكم زياده عن اللزوم، وبنزله في الجوز الهند وبطلعه بيبقى بنفس الشكل. بصوا بيبقى متفرغ وجميل ولونه احمر من جوه، ومن بره بيبقى واخد سنة قرمشة بسيطة كده، بيبقى عايزة اقول لكم يعني طعمه وريحته حاجة كده رهيبة. برضو شكل المكسرات مع البسكوت اللي احنا طحناها في الكبة دي، يعني مدي شكل كده، يعني يديكوا ايحاء ان انتوا عاملين مثلا فستق لوز، حاجات كده حلوة كده. خلاص انا خلصت كل الكمية اللي عندي وحطيتهم في طبق التقديم، كمية حلوة وريحتها حلوة وطعمها حلو. وعايزة اقول لكم ان الحشوة اللي احنا عملناها النهاردة دي من اجمل واطعم الحشوات اللي انتوا هتكتشفوا ان انتوا كنتوا غفلانين عنها. ميكس البسكوت مع الفول السوداني مع ملعقة السمنة مع السيرب اللي احنا عملناه ده، عايزة اقول لكم طعمه رائع، احلى من اي حشوة ممكن تستخدموها في الحلويات. انتم ممكن تستخدموا الحشوة دي في الكنافة او في اي حاجة يعني حلوة انتم حابين تعملوها. بصوا من جوه كمان شكله عامل ازاي، كمان انا هقطع معاكم اللي فيها حشوة دي عشان تشوفوا قد ايه الحشوة بتبقى متماسكة من جوه، وطعمها وريحتها رهيب رهيب رهيب. بصوا الحشوة قد ايه متماسكة ومش مفرولة ولا اي حاجة، يعني اطمنوا. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وشير للفيديو، وبكرة بإذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة. بحبكم من كل قلبي.